السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير جميعا. إن شاء الله نعمل مع بعض سموزي سبانيش لاتيه أو سبانيش لاتيه مثلج. المكونات بتاعتنا بإذن الله: حليب مكثف، معلقة اسبريسو متدوبة في مية عادية، لبن ساقع، وأربع خمس مكعبات تلج. نشوف طريقة التحضير، هي سهلة جدا ما بتاخدش دقيقتين. نحط الأول اللبن المكثف عشان كان في التلاجة ماسك، ونحط اللبن العادي، وبعدين نحط التلج، وآخر حاجة الإسبريسو. وبكده نكون خلصنا سموزي سبانيش لاتيه أو سبانيش لاتيه مثلج. صحة وهنا بإذن الله، وشكرا لحسن متابعة حضراتكم.